شارك سيادة المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس بمسيرة نظمتها مجموعة فعاليات شعبية وكشفية في مدينة بيت جالا، حيث نادد المشاركون بالاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها أبناء المدينة المقدسية. المزيد في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. نظمت المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية وفعاليات متعددة من مدينة بيت جالة وبمشاركة الكهنة والمؤسسات والشخصيات وأهالي المدينة وقفة تضامنية دعماً وإسناداً لأهالي غزة الذين تعرضوا خلال الأيام السابقة للعدوان الإسرائيلي، ورسالة تحمل في طياتها المحبة والصمود لعائلات حي الشيخ جراح في مدينة القدس. وقد حملت الوقفة رسالة وطن واحد شعب واحد قضية واحدة. بدأت الوقفة بمسيرة كبيرة تقدمها علم فلسطين ويافطات متنوعة رفعت بيد أشبال وزهرات المجموعة الكشفية، وقد حملت اليافطات عناوين مختلفة مثل كلنا غزة، شعب واحد، أو نريد العيش بسلام، وعناوين كثيرة تحمل رسائل سلام. وقد تم تنفيذ الوقفة بحضور المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس، حيث ألقى سيادته كلمة عبر فيها عن إيمانه بغد أجمل، وأن مسيحيي الأراضي المقدسة يفتخرون لانتمائهم لفلسطين ولعروبتهم الصادقة، مؤكداً أن المسيحيين ليسوا أقلية بل هم مكون رئيسي وأصحاب جذور ضاربة في أعماق التاريخ وفي فلسطين بالذات، وأن القدس بمسيحيها ومسلميها ستبقى صامدة وعاصمة للدولة الفلسطينية. القدس فيها كنيسة القيامة وفيها القبر المقدس، ولذلك نحن نعتقد بأن التعدي على مدينة القدس سواء كان هذا على مقدسات إسلامية أو مقدسات مسيحية هو تعدي على وجودنا، على تاريخنا، على هويتنا، على أصالتنا. ونحن مسيحيون فلسطينيون نفتخر بانتمائنا لإيماننا المسيحي، لمسيحيتنا المشرقية النقية، كما أننا نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن، لهذا الشعب، لهذه القضية، ولهذه الأرض المباركة، أرض الميلاد والفداء والتجسد والقداسة. أردنا من خلال هذا اللقاء أن نطلق صرخة أننا نرفض إجراءات الاحتلال في القدس، في غزة، في كل المدن والبلدات الفلسطينية. أردنا أن نقول أننا مع كل إنسان معذب ومع كل إنسان متألم ومع كل إنسان مضطهد، ونحن كفلسطينيين قضيتنا هي قضية عادلة، وإنساننا الفلسطيني منذ سنوات يناضل ويكافح من أجل الحرية ومن أجل نيل حقوقه ومن أجل تكريس وجوده في هذه الأرض المقدسة. الفلسطينيون مستهدفون، ولكن وبالرغم من كل ذلك هنالك الشموخ، هنالك الإباء، هنالك التمسك بالأرض، هنالك التمسك بالمقدسات. هذه هي رسالتنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين، هذه هي رسالتنا ككنيسة. نحن كنيسة الأرض، نحن لسنا بضاعة مستوردة من هنا أو من هناك. نحن كنيسة لها تاريخ لم ينقطع لأكثر من 2000 عام، وبالتالي نحن نعيش آلام شعبنا ومعاناة شعبنا، ومن واجبنا أن نرفع الصوت عاليا منادين بأن تتحقق العدالة والحرية لهذا الشعب المظلوم. هي وقفة جماهيرية ألقيت فيها العديد من الكلمات المساندة لأهالي غزة الصامدين وعائلات حي الشيخ جراح بالقدس، وقفة ضد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الصابر على الظلم. من واجبنا الكشف اتجاه القضية الوطنية جاءت فكرة الاعتصام ضد العدوان الإسرائيلي على كافة أطياف وأبناء الشعب الفلسطيني سواء في القدس، غزة، الضفة والداخل الفلسطيني المحتل. طبعا هاي الرسالة منوجهة لكل ضمائر العالم ولكل شرفاء العالم
أننا كفلسطينيين أصحاب حق وأصحاب قضية، وقد آن الأوان لنيل التحرر وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. وقفة صمودا شعارها وطن واحد، شعب واحد، قضية واحدة. للنورسات مارلين الحدوة من منطقة المنشية بيت جاله.